السلام عليكم، كيفكم متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير. اليوم 7 أكتوبر، تعودنا في غزة هو موسم الزيت وموسم الزيتون، فرح نقطف الزيتون مع أبناء وطلاب معهد الأمل. أجواء جميلة وأجواء حلوة رح نعيشها مع أبنائنا. تابعونا وشوفوا اليوم كيف نشاطنا قضيناه، إن شاء الله بيعجبكم. وبدت الفعالية أطفال معهد الأمل للأيتام في غزة، راح نقطف الزيتون لطول السنة، مونة السنة من الزيت ومن الزيتون. وهيك فعالية اليوم انتهت لقطف الزيتون، ان شاء الله تكون عجبتكم. كل عام وانتم بألف ألف خير. تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك اللي تحت. يعطيكم العافية.